بحسرة يندب مئات الخريجين في النجف حظهم بعد تضاؤل الأمل بالحصول على درجة وظيفية في مؤسسات الدولة. الخريجون التربويون من غير المحاضرين تجمعوا أمام مديرية تربية المحافظة للمطالبة بالتعيين، يقولون إن أعدادهم تتراوح بين 2000 إلى 3000 خريج في النجف وحدها يأملون بالتوظيف الحكومي. يا يعني احنا خريجين، احنا تعبنا وضحينا وسهرنا وماكو التعيين، احنا هسه اليوم طالعين نطالب بعقد، يعني شرفكم الدول الباقيه خريجها طالب بعقد، الدول الباقيه مرتاحه ومتنعمه وعايشه بخير، والعراق وبالنفط وبالخيرات خريجه يطلع يطالب بعقد الى متى يعني؟ المفروض من الدوله توفر كل الوسائل يعني حتى ينصف الخريج، لانه يعني ما يصير هيك. ويهدد الخريجون المحتجون بخطوات تصعيديه قد تصل الى اعتصام مفتوح وقطع للشوارع الرئيسيه في النجف في حال اهمال مطالبهم التي قالوا انها لم تجد اذانا صاغيه لهم على مدى الفترات السابقه. في حال عدم الاستجابه احنا راح ندق كل الابواب، راح نسوي اعتصام عام وراح نتواجد هنا ونروح لأي دائرة أو أي مكان هو يخص قضيتنا ونقدر نوصل صوتنا إليه. هل قليلة فلوس العراق؟ مليارات جاية تروح تعبر للدول الجوار وللخارج وعند الفاسدين وعند الأحزاب، زحمة عليهم يعني من اللي يلتفتون إلى أبنائهم الخريجين. اقتصاديون بدورهم أجمعوا إن عدم تنشيط القطاع الخاص وضعف التخطيط الحكومي لاستيعاب الخريجين أسهم وبشكل بالغ في اتساع دائرة البطالة التي باتت تهدد المجتمع دون النظر إلى حلول واقعية للقضاء عليها. من النجف محمد رزاق، التغيير.